احمد من اليوم السابع، تعالى حضرتك على مريض النهارده، وهل سعيد الاعتصام ولا لا؟ لست مع اعتصام اليوم، لم نعلن عن اعتصام ولا نشارك في اعتصام، لكن اردنا رساله واضحه للمجلس العسكري وليس فقط لعبد السني ان هذا هو الاجماع الوطني، يرفض هذه الوثيقه وما جاء بها من محاوله عسكره الدوله او فرض وصايه على مؤسساتها القادمه او تعقيد البرلمان وانه ضروري ان يتم وضع جدول زمني للشباب. الرساله وصلت ولا نحتاج لدخول في اعتصام.